كونفيدنس. هاو ار يو؟ اي ام هابي تو سي يو اجين. انا وعدتكم الفيديو اللي فات ان احنا ان شاء الله باذن الله هنبدا الفتره اللي جايه نقوي نفسنا في الانجليش ونخرج شويه من الليسونز واليونتس بتوعنا عشان نحاول ان احنا نبسط عليكم الساوندز او برونسيشن اوف افري ليتر. هنبدا مع بعض الريدنج رولز اللي هي قواعد القراءه. انا جمعت لكم اهم القواعد اللي تساعدكم ان انتوا تعرفوا ازاي تقروا من خلال ان احنا هنشوف كل ساوند بيتكلم ازاي. هنبدا مع بعض كده ونشوف. هنتكلم في الاول خالص كده الانجليش عباره عن ايه. The first rule, القاعدة الأولانية بيقول لي يا ميس every syllable in every word must contain a vowel. إيه ميس الفاول ده؟ الفاول ده اللي هي الحروف اللي بتتنطق اللي بتتحرك. الحروف دي هي اللي بتخلي الكلمة نطقها حلو نطقها جميل، فاسمها بتتنطق أو بتتحرك. جمعناها في كلمة اسمها أيو أيو A E I O U. repeat after me A E I O U A E I O U. يبقى دول اسمهم vowels. اسمهم ايه بقى letters دول؟ vowels. يبقى لما نيجي نبدا مع بعض من اول خالص لازم اعرف نوع الليترز بتاعتي ايه. الفايف ليترز دول هنسميهم vowels، يعني الحروف الشقية اللي هي تتحرك جوه الكلمة وبتخلي نطق الكلمة حلو. يبقى ناخد بالنا من ايه؟ من الفاولز دي. ناخد كده ايه بقى؟ أول اكزامبل عندنا بنقول إن احنا عندنا أي وورد في الإنجليش، أي كلمة في الإنجليش بتبقى بتتنطق على مرة واحدة أو على مرتين أو على ثلاثة، فاسمها مقطع واحد اسمه one syllable، مقطعين two syllables، ثلاث مقاطع three syllables، يعني أكتر من مقطع. فأنا لو عندي الكلمة الواحدة بنطقها مرة واحدة زي egg egg egg، car car car، pin pin pin. خدوا بالكم من حرف البي بي، لازم لما اجي انطق حرف البي يلاقي في ايه؟ في باف اوف اير، في هواء كده بسيط خارج من التوليبس من شفايفي، وفي ما احط ايدي على الحنجره بتاعتي او على زوري الاقي في حاجه بتهز كده في زوري اقول بي بي pin pin اللي هو الدبوس. pin دي بقراها مره واحده، اج بقراها مره واحده، كار مره واحده، كات put. يبقى دول كلهم اسمهم ايه؟ one syllable. one syllable يعني مقطع واحد، يعني بقرا الكلمه على مره واحده. طب هنشوف بقى كده نوع تاني من words that have two syllables، ليها مقطعين. يعني ايه one word؟ اه كلمه واحده بس، بس لما اجي انطقها بقى وانا بنطقها بقسمها نصين سيستا سيستا سيستا. وقلنا قبل كده ان الليتر r لما بيجي في نهايه الword بيبقى الفن مش موجود، بيبقى اجي انطقه خفيف خالص ما بسمعوش في ايه وانا بنطقه سيستا سيستا، مش سيستر سيستر نو اتس رونج، اقول سيستا سيستا. يبقى انا ملاحظه ان هنا سيستا هي وان وورد يعني اخت، بس لما جينا بقى نعملها برونسيشن جينا نطقناها قسمناها تو سيلابل، يعني في عندنا مقطعين اهو 1 و 2. بيربل 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 اهو هي وان ايه وورد كلمه واحده، بس لما جينا نطقناها لقيناها عباره عن ايه؟ تو سيلابلز مقطعين. فرايداي 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 يوم الجمعه. يبقى ملاحظين برضو ايه؟ ملاحظين ان هو اتنطق على مره واحده، يبقى اسمها على مرتين سوري، يبقى اسمها تو سيلابلز تو سيلابلز. يبقى احنا كده عرفنا النهارده تو رولز. اول رول عندنا خالص اتفقنا ان احنا عندنا الفاولز اللي هي اي 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 او يو وجمعناها مع بعض ايو اهم. تاني حاجة ان احنا عندنا الوورد بتاعتنا يا اما انطقها وان سيلابل مرة واحدة يا اما تو سيلابلز يعني مقطعين. تعالوا ناخد بقى اكسرسايز كده يقول لي read the following words and find the vowel. طلعوا بقى الفاول بقى هنا كده bird bird. ملاحظين ايه في حرف الار هنا؟ ان حرف الار لو جه بعد الفاول في نص الكلام بخطفه وانا اقراه، يبقى الشورت اسمه شورت او لايت، يعني الار هنا خفيفه ما بقولش ار ما بعملش كده، لا بيرد بيرد، يعني الار مش واضحه قوي معايا. فانا هنا عندي الاي هنا فاول، بيقول لك هنا ريد وقول لي فين الفاول. بيرد بير اهي الاي فاول اهي. انت انت نمله ا ا النمله هنا اهي فاول. كلاب 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 شايفين الايه فاول اهي. بينك بينك شايفين البي بي، اعمل باف اوف اير كده وانا ايه بقرا بي بي بينك بينك حرف الاي اهو فاول. فلاج فلاج شايفين حرف الايه قوي ازاي. فين فين اللي هي حرف الاي اهو عندنا اللي هي الزعنفه بتاعه السمكه. مات مات
شايفين هنا ما، ما حرف الايه هنا ايه؟ فاول اهو، وايه؟ سترونج يعني قوي، بيبقى اسمه فويسد. في حاجة عندي يا أولاد اسمها فويس، فويسد وفويسلس. فويسد يعني أنا لما أحط إيدي كده على الحنجرة بتاعتي ألاقي في حركة، يعني الصوت ده قوي. صوت إيه قوي. وساعات تانية ألاقي الصوت ضعيف، يعني حرف التي مثلا أهو لما بيجي في نهاية الكلمة ما بقولش تي تي، لا، مات مات، همسة كده بس، بهمس بس بحرف التي، في همس بسيط. لكن لو جه حرف التي في أول وورد بقول تايم تايم. شايفين حرف التي هنا جه ايه؟ فويزد، فويزد يعني قوي، فويزد قوي. لكن لما جه at the end of the word قلت مات مات، مجرد همسه بس، يعني همست بحرف التي. act act، مش act act، no that's wrong، act act اهو. يبقى حرف التي خدنا برضه روح جديده، ان حرف التي لما بيجي at the beginning of the word بقول تا تا، time time، لكن at the end بقول بسيطة خالص. act ادي ايه حرف الاي فاول. word word اتفقنا الار لما بتيجي في النص بتبقى light يعني خفيفة، ما بتتكش قوي على حرف الار. والw هنا لما جه بعديها اهو بقول و و word word، يبقى الw منطقه و و. وعندنا الفاول هنا الاو ugly ugly ugly، هنا اللي هو قبيح. حرف اليو عندنا هنا برضو ده فاول. يبقى ده اكسرسايز عشان اول حاجه تبقى عارف يعني ايه فاول المتحرك اللي هم الخمس حروف. بقيت عندنا بقى الليترز كلهم اسمهم كونسونانت او حروف ساكنه. نبدا مع بعض كده بقى، ناخد اول فاول عندنا اللي هو حرف الاي، ليتر اي. بيقول لي هنا ليتر اي ده انا ساعات يا ميس بلاقيه جوه الوورد بنطقه او، وساعات ثانيه برونونسد ايت ا. طب انا هعرف منين؟ هقول لك انت هتبص على الليتر ايه ده، مين الحرف اللي جاي وراه؟ لو لقيت الحرف اللي جاي وراه ال يو دبليو، ال يو دبليو تاني، ال يو دبليو، هنطق هنا برونونسد ات او، يبقى اي رايت ات بكتبه ايه بس برونونسد ات او. فور اكزامبل بول بول، شايفين حرف البي هنا لما جينا نطقناه ما قلتش بول، لا، يبقى البي اللي خدناه من شويه بتاعت بن بن، في باف اوف اير كده، هنحط ايدي كده قدام اللبس الكبس بتاع اللبس بتاعت بقي، هلاقي ان في ايه؟ هوا. لكن هنا بول بول، مفيش هوا هنا خالص. يبقى ده اسمه ايه الليتر ده؟ اسمه فويسلس، يعني بنطقه من غير قوه من غير شده. هنا حرف الايه اهو ليتر ايه، جه بعديه ال اور دبل ال، فما قلتش بقى ايه، لا قلت او. بول كول. طب ايه تاني يا ميس؟ احنا قلنا ال يو دبليو، هنا ادي ايه جه بعديها الدبليو، سو سو سو. هنا الباست بتاع سي يرى يعني راى، ولو قلت اسو يعني منشار، يعني الورد دي بتيجي فيرب وبتيجي ناون في وقت واحد. طب انا هعرفها منين يا ميس؟ ان الا بتيجي قبل الناون الاسم، واعرفها برضو من المينينج بتاع السنتنس. وول الحيطه، وول. شايفين هنا برضو ليتر اي، اي برونونسد ات او. نوتي نوتي، والولد ده هي از نوتي بوي، بيعمل شقاوه شقي. شايفين حرف الاي، اي رايت ات اي بات اي برونونسد ات او، نوتي. لو القانون، لو. شايفين حرف الاي هنا جه بعديه دبليو، يبقى برونونسد ات او، يبقى ليتر اي قبل ما انطق الورد بعمل ايه يا ميس؟ ببص على اللي جاي بعديه، جه بعديه ال اور يو اور دبليو، اي برونونسد ات او. طب ما جاش يا ميس ولا ال ولا يو ولا دبليو، اي برونونسد ات اي. اهو ناخد كده تراي تو ريد، الولد الجميل ده بقول له يلا بقى شوف الوردز دي، يلا تعالوا معانا بقى ايه نجرب تراي تو ريد ذيس وردز مع بعض كده. فول فول يعني يسقط يقع على الارض، فول. بص هنا بقى حرف الايه قبل ما ايه ما ننطقه ونعمل له كده ايه اكسرسايز كده صغير، اقول له يا حرف الايه انت ايه اللي جاي وراك؟ جه بعديك ال اور يو اور دبليو؟ يقول لي اه انا جه بعديه اهو دبليو. اه يبقى انت هنا بقى يا ليتر ايه؟ هقول لك ايه؟ او. يبقى دون دون اللي هو ايه؟ دون ده اللي هو ايه؟ اللي هو الفجر. سمول 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 اهو، هختبر برضو هنا حرف الايه، هلاقي بعديه ال، يبقى ال دبليو يو اي برونونسد الايه، او. سمول اول لو بو بو، شايفين البي بي ب
فوق اللي هو المخلب بتاع الحيوان، اللي هو يعني يعتبر الضفر بتاعه اسمه مخلب الحيوان. درو درو، عشان برضو هنا letter A followed with W، يبقى letter A if it followed with W or U or L we pronounce it O not A. طيب طيب another rule بقى، هناخد رول تانية بيقول لي برضو على الفاول. بيقول لي افرض يا ميس بقى ان في two vowels جم ورا بعض، two vowels كنت جم جوه الورد ورا بعض، زي ايه يا ميس؟ زي put put. ملاحظين ايه هنا؟ ان الاو followed with a، الاو دي vowel والa دي vowel. طب هنعمل ايه يا ميس؟ الاثنين دول voiced، اللي هي الفاول دي حروف قويه، نعمل فيها ايه؟ هقول لك هتيجي على اللتر الاولاني وتخليه voiced وتمده وانت تقول كده بو بو، والايه بقى مش هتقول لا بوت بوت. شايفين التي؟ اتفقنا ان حرف التي at the end of the word ما بنتكش على التي، بعمل همسه بسيطه كده اهو عشان بس اللي يسمع يسمع ان في همسه التي بوت. هنا بقى الاي ما تمناش لونج، لا هنا الاي شورت، لكن لو قلنا انت انت كانت الاي لونج عشان جايه لوحديها. هنا بقى لما جه تو فاولز مع بعض الاو اند اي، هنيجي على اول فاول اللي هو الاو وهنمده، وحرف الاي الثاني مش هننطقه، يبقى بوت بوت، ما تمناش الاي بير بير زوج من. هو بصوا عملنا الاي لونج طولناه، ما تمناش الاي بيتش بيتش شاطئ، عملنا الاي لونج ما نطقناش الاي. دي يا ميس لان ان التو فاولز دول الاثنين فويز، الاثنين اصوات متحركه قويه، مش هينفع اخليهم هما الاثنين مع بعض، هيبقى في عندي difficult in pronunciation، فبمد الحرف الاولاني واخلي الثاني سايلنت مش هنقراه. زي ايه ميس اكسرسايز كده اهو، كوت كوت، شايفين الاي ما نطقناهوش خالص، عملنا ستريس على الاو، بيتش بيتش، شايفين البي اللي هي الخوخايه، رود رود الطريق اللي بنمشي فيه، ثوت ثوت، شايفين هنا التي في الاخر برضو عملنا لها همسه كده، فير فير اللي هو الخوف، عملنا ستريس على الاي، ستريس على الاو، ستريس على الاو، ستريس على الاي، ستريس على الاو، والفاول اللي جاي الثاني بعديه عملناه سايلنت ما نطقناهوش خالص، هير هير كان الاي دي مش موجوده، ستيرز ستيرز، بشوف الايه هي اللي لونج، نيل اللي هو الضفر بتاع ايدي، نيل الايه هي اللي لونج، ستيرز الايه هي اللي لونج، هير الايه هي اللي لونج، فير يعني الايه لونج. فير هنا بمعنى جميل وبمعنى عدل عادل، يعني الشخصيه دي فيها عدل في الصفات زي القاضي كده، نيه نيه، شايفين الاي هنا لونج والايه هنا عملناها سايلنت، يبقى لما يجي تو فاولز ورا بعض اخلي الحرف الاولاني الليتر بتاع الاولاني يبقى لونج والثاني بخليه سايلنت. ناخد انذر رول على اليو، احنا اتفقنا بقى ان اليو برضو دول من الفاولز اللي هي الحروف المتحركه، المفروض ان انا عندي اليو ده برونونسد ات يو، يعني بيجي كده صراحه في الوورد يو، يا اما بخطفه زي كات 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 يقطع، في النص في حرف اليو بس خطفنا اليو دي كانها مش موجوده، يا اما انطوا يو جوه الكلمه. بس خدوا بالكم بقى في رول مهمه، بيقول لي يا ميس لتر اليو ده لو جه قبليه كيو، هقول تاني لتر يو لو جه قبليه لتر كيو بنعمل ايه بقى يا ميس؟ نعتبره هنا مش فاول، مش هنعتبر هنا حرف اليو دوت فاول. يعني ايه مش هنطقه فاول؟ يعني هيبقى نطقه مختلف جوه الوورد. بصوا هنا كده كويز كويز، فين هنا حرف الكيو اليو؟ هنا ما نطقناش اليو خالص، قلنا كويز كويز اللي هو الاختبار الصغنن، يبقى نطقنا الكيو جوه اليو مع بعض كانهم حرف واحد اللي هو الكيو، كويك كويك كويك، كويشن كويشن كويشن. يبقى احنا عندنا هنا اليو لما تيجي بعد الكيو يا ميس ما بعتبرهاش فاول، وبقرا الحرف الكيو بتاعي بقوله كوا كوا، كويشن سؤال، كويشن كويشن، كويك كويك، كويز كويز.
هناخد another rule على ال vowel اسمها ال closed syllable. احنا خدنا في الاول خالص انواع ال syllable، ممكن يكون one syllable يعني بنطق الكلمة على مرة واحدة، two syllables بنطقها على مقطعين، three syllables بنطقها على ثلاث مقاطع، or four syllables بنطقها على اربع مقاطع. دلوقتي بقى هناخد حاجة اسمها closed syllable. يعني ايه يا ميس؟ يعني ال vowel بتاعنا هيقع ما بين two consonants. الفاول بتاعنا اللي هو ال A or E or I or O or U، الفايف letter دول سميناهم vowels. أي حاجة غيرهم اسمه consonant. يعني إيه consonant يا ميس؟ يعني ساكن. فأنا دلوقتي عندي bed bed bed، ال B consonant ساكنة مش من الفاول، ال D مش من الفاول. يبقى لما الفاول يقع ما بين two consonant، يعني حرف ال E هنا فاول أهو، قبليه ساكن وبعديه ساكن، ده اسمه هنا ايه؟ اسمه closed syllable، يعني مقطع مغلق، يعني حرف الايه هنا مش هعرف امده. انت المفروض ان انت الفاول بتاعك بيبقى voiced، قلتنا اتفقنا ان الفاولز بيبقى حروف long وvoiced قويه. لكن انا هنا مش هعرف اقول bed، لا bed، ما اعرفش اقول dog dog dog، bed bed سرير، dog dog net net شبكه، cat cat. بس مش هنا بقى المفروض ايه؟ ما اقولش cat كده، لا cat cat. يعني ما ينفعش ان انا اقول cat، لا دي wrong. ليه؟ عشان انت هنا خليت حرف الايه كده، انت خليته دلوقتي long يعني voiced. هنا مش هينفع يبقى voiced لانه وقع بين two consonant، يبقى cat cat. بنسمي ايه بقى دول؟ دول بنسميهم short vowel. هنا بنسميها short vowel، يعني هم اسمهم فاول بس في الكلمات دي عشان جه قبليها ساكن وبعديها ساكن، يعني مش من خمسة المتحركين بتوعنا، فمش هعرف ان انا اخليهم قويين في النطق، فبضطر اعمل ايه بقى؟ اخليهم قصيرين. ما اقولش كات، لا ما ينفعش، كات كات، نت نت، دوج دوج، بيد بيد. يبقى انت شفت هنا حرف الاي جه شورت، يعني خطفناه. ال O جي شورت، ال E شورت، ال A شورت، ويب ويب اللي هي شبكة العنكبوت، ما حرف ال E شورت، شيل شيل الصدفة اللي تبقى جوه البحر، ست ست يعني يجلس، جوت جوت يعني حصل على، ويت ويت مبلول. يبقى القاعدة الرول دي مهمة جدا، إن أنت لما يجي لك الفاولز اللي هم الفايف ليترز دول between two consonant حرفين ساكنين، لازم ان انت تخلي الفايف letters دول تخليهم short، ما تخليهمش voiced قويين في النطق، ما تمدش في الحرف بتاعك وتخليه voiced. ليه يا ميس؟ عشان جه قبليه consonant وبعديه consonant. الرول دي مهمة جدا جدا، وهيجي لك بعد كده ان شاء الله في الليسونز بتاعتنا هجمع لكم برضو الكلمات الشورت والكلمات اللونج. اهو هنا بيقول لي اهو read the closed syllable، يبقى كمل هنا closed syllable، يعني انت الحرف اللي جوه اللي في النص دوت الفاول هتخليه شورت. قول هن هن هن، دجاجه، هب هب هب، ات ات، من من، نوت نوت، هوت هوت جو حر، ريد 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 احمر، فد 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 اطعمه، اطعم الحيوانات اللي ما بيعرفش ياكل زي البيبي او الطيور ما بتعرفش تاكل لوحدها، ما ينفعش اقول ايت، بقول ايه؟ بقول فد فد يعني اطعمه. تن تن عشرة، رد رد. شايفين بقى هنا اسمه ايه دول؟ اسمها closed syllable. دلوقتي بقى هناخد بعد ما خلصنا ال closed syllable هناخد بقى ال open syllable. الفرق بقى بينهم يا ميس ان احنا عندنا بقى هنا ال vowels الحروف الخمسة بتوعي مش جايين قبليهم وبعديهم consonant حروف ساكنة، لا يا جاي قبلها حرف واحد يا جاي بعدها حرف واحد، يعني هم مش مزنوقين ما بين التو consonant. فانا عندي هنا هي هي، شايفين حرف الاي جاي قبليه consonant حرف ساكن اهو، بس ما جاش بقى مزنوق مع واحد تاني محبوس جوه الاثنين، لا. فعملنا ايه بقى في الاي؟ خليناها هنا بقى long اي، بقت long اي وفويس قويه، هاي هاي. شايفين حرف الاي هنا جاي ايه؟ long اي اهوت وفويس، جو جو. شايفين الاو جايه هنا برضو long وفويس، يعني ايه؟ قويه، دو دو do يفعل. الاو اهي جايه مش محبوسه بين تو كونسونانت فجايه لونج وفويس، اجو اور جو يعني جو اللي هي يذهب، او اجو منذ، اجو
مونزو. هنا الاي جايه لوحديها اهي، مفيش قبلها حاجه كونسونانت، بس جايه بعديها كونسونانت، بس مش محبوسه ما بين تو كونسونانت عشان تبقى كلوزد، فهنا اسمها اوبن سيلابل. مي مي، شايفين هنا الاي بقت لونج اي عشان مفيش بعدها سيلابل تاني. سو سو، الاو هنا مش جايه بعدها سيلابل فبقت لونج او، ده كده اسمه ايه؟ اوبن سيلابل. اوبن سيلابل يعني ان بخلي الفايف فاوز بتوعي لونج. يبقى الرول دي مهمة جدا، ان انت هتبص على الفاولز بتوعك لو لقيتهم محبوسين قبلها كونسنت ساكن وبعديها كونسنت ساكن، يبقى هتخلي الفاول دول شورت يعني ما تبدهمش في الكلام. لكن لقيت بعديها مفتوحة اهو، مفيش هنا حاجة بعد الاي، مفيش حاجة بعد الاو، مفيش حاجة بعد الاو، مفيش حاجة بعد الاي، يبقى هنا مش محبوسة ما بين تو كونسونانت، يبقى اسمها ايه دي؟ اسمها اوبن، اوبن سيلابل، اوبن سيلابل. بيقول لي بقى سيركل ذا اوبن سيلابل ذن ريد. فين هنا بقى الاوبن سيلابل؟ تعالى كده اما نشوف. وي وي، يبقى دي اوبن اهو عشان الاي مش محبوسة ما بين تو كونسونانت، يبقى هنا الاي هتبقى لونج. نو نو، الاو هنا مش محبوسة بين تو كونسونانت، يبقى بقت لونج. بي بي، شايفين الاي هنا قويه اهي فويزد وفي نفس الوقت لونج. هيرو هيرو، هنا بقى مش هينفع نمد الاي زي بي، لا بقول هنا اقولش هيرو هيرو، لا هيرو هيرو اللي هو البطل، عشان حرف الاي جه هنا ايه بتوين تو كونسونانت، قبليه ساكن وبعديه ساكن، فمش عارف محبوس، ده دايس عليه وده دايس عليه، زي ما يكون واحد كده حاجه فوقيه وحاجه تحتيه، فمزنوق الحرف في النص. فانا عندي اهو حرف الاي هنا مزنوق قبليه اتش وقبليه وبعديه ار، فعايز يخلي نفسه اي، مش عارف اهو دايسين عليه، الحروف دي دايسه عليه اللي هي الكونسونانت، فهخليه بقى هنا شورت اي، مش هخليه زي دي كده لونج اي، لا هيرو هيرو. شايفين الاي هنا؟ زيرو زيرو. شايفين الاي هنا؟ هنا بقى شي شي. شايفين الاي هنا؟ هنا بقى ايه؟ مفيش حاجه بعديها، هي فرحانه ومبسوطه فبقت لونج. بتقول بقى انا اي شي شي، يبقى ناخد بالنا بقى كويس قوي ان الفاولز النهارده الدرس بتاعنا بيتكلم على الفاولز، الحروف اللي هي بتتنطق الشقيه متحركه دي، بتبقى دايما فويزد قويه وبتبقى لونج، بس اتفقنا لو جت بتوين تو كونسونانت يعني حرفين مش من الفاول، يبقى هخليها شورت ومش هعرف ان انا اديها طول في المده بتاعتنا. طب ما فيش يا ميس بعديها او ما فيش قبليها، يبقى تخليها open وتخليها long وتخليها voice، اسمها ايه دي بقى؟ اسمها open syllable، والتانية كان اسمها ايه؟ closed syllable، عشان محبوس الحرف ما between two consonants، يبقى لازم النهارده بقى تقعد مع بعض تمسك كده الفيديو وتقعد كل شويه بقى repeat after me repeat after me، تسمع الورد وتكرر ورايا، تسمع الورد وتكرر ورايا. احنا بقى الفتره الجايه دي عايزين نقوي برونسيشن بتاعنا عشان يبقى احنا ماشيين مع المنهج وفي نفس الوقت مع ايه انه طريقه النطق الصحيحه، بحيث ان انت ستيب باي ستيب بعد كده بقى تعرف تعمل برونسيشن لوحدك من غير اني هيلبنج. يبقى انت مركز بس بعد كده في الجرامر اللي يبقى عندك في المنهج بتاعك، عشان انت هتكون ان شاء الله اكسلنت برونسيشن. واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، لو في اي كومنتس عايزين تسالوني فيها او اي اكسرسايز ابعتهولي ابعتهولي تحت في الفيديو، وربنا يوفقكم ان شاء الله وربنا معاكم. جود باي، سي يو سون.